من البناء إلى الغذاء، الطين. الطين اللي نحن كنا نستعمله قديما في البناء وبعدهم بيستعملوه في البناء، وكان من زمان يعملوا بيوت الطين منه، لأن البيوت الطين هي البيوت الصحية واللي بتتنفس واللي بيعيش فيها الإنسان، ما بيصير عنده أمراض، لأن هذه البيوت فيها بالشتاء كانت تعطيهم الجو الدافئ وبالصيف تعطيهم الجو البارد. نحن هلأ بدنا نستعمله بالعلاج. كانت كل أدوات المطبخ هي من الطين ومن الفخار، وما كان الطين بوقتها بيستعملوا له ألوان وأشكال، وما كانوا بيحطوا له مادة من جوا اللي هي المادة السامة لحتى يغلفوه ويصير شكله أحلى، كان كل شيء طبيعي. الفخار بأول معادن بالمي. للأسف إحنا كنا قبل بس عم نستعمل الطين للتجميل، ماسك للوجه، ماسك للعيون، للبشرة، لإزالة السموم والتجاعيد. كنا كتير مهتمين بالمنظر الخارجي، نحن لازم نهتم بالمنظر الداخلي كمان اللي نحن بدنا نحافظ عليه، لنحافظ على المنظر الخارجي لأنه نحن جلد مراية الداخل. مثلا بحالة التسمم نحن فينا نشرب كباية مي فيها ملعقة من الطين منقوعة من عشية للصبح، ننطر الصبح بتروق وبنشربها. أهمية الطين أنه غني كتير بالمعادن، وخصوصاً إذا كان طين بركاني، غني بالمعادن والفيتامينات والزنك والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز، غني بأشياء كتير، يعني كل معادن الأرض. لذلك الله خلق الإنسان منه، قال له خلقتني من نار وخلقته من طين. الله خلق الإنسان من الطين لأهمية الطين. مشان هيك يا أيها الإنسان من التراب وإلى التراب تعود، هل إحنا بدنا نشربه قبل ما نرجع له. في أنواع كتير من الطين للشرب، ولكن لازم نتأكد أنه هذا الطين اللي بدنا نشربه إجا من منطقة نظيفة، يعني من منطقة ما فيها تلوث، لأنه مثل ما هو بيسحب السموم كمان قد يحتوي على السموم. يستعمل للأطفال بدل البودرة، أحيانا بيصير عنده الطفل أمراض جلدية، بيصير في عنده أمراض مثل الحكة، يستعمل كملطف للبشرة. والعجيب أنه بحسن البشرة من فترة ممكن 6 ساعات أقلها لفترة 3 أيام أقصاها. بنلاحظ بزراعة النباتات المنزلية لما بنزرعها بالفخار بتطلع النبتة شكلها أحلى ولونها أحلى من لما بنزرعها بالبلاستيك. أولاً البلاستيك ببين أنه شكله مش كتير أحلى، خلينا نحكي عن الصناعة الخزفية قدي حلوة. ثانياً النبتة بتستمد لأنها بتنزل جذورها بتدقر أو بتطال جوانب الوعاء اللي هي عم تنزرع فيه، فبتصير تستمد منه كمان الفيتامينات والمعادن، لأنه النبتة كمان مثل الإنسان بدها فيتامينات ومعادن. لذلك بنلاقيها بتنمى بشكل أحلى، بتنمى بشكل أنظف، وكمان ما بيعمل تلوث للبيئة، لأنه البلاستيك مع الشمس ومع الحرارة كمان بيلوث البيئة، بينما الفخار مفيد كتير للبيئة.